له آخر تحليل. نزل السكر تبعه؟ ايه نزل. الله يسامحك ما تركتي دم حضرة الممرضة. آخر تحليل، لازم نتأكد من وضعك منيح قبل ما تعمل العملية. امتى الدكتور رح يعمل العملية؟ قال الساعة 8 المساء. ماشي، رح أمره لعندكم. طيب ابني. نسليهان ممكن تنادي لمحمد؟ تكرم سوا شفيك. ألو اسماعيل، وداد حواليك شي؟ لاقي لي اياه وجيبه على المصنع. ماشي. بابا حبيبي. بابا بنتي خلدون، تعال ابني. انا مثل السبع. قال حضرتك طالبني. تعال محمد، تفضل عود. بتعرف نادية خانم تركت وحاليا معنا مدير عام؟ ايه عرفت، وزعلت كتير. لبين ما نلاقي مدير عام اهل للثقة انا رح اتحمل المسؤولية. ايه مفهوم. طبعا كانت نادية حاملة حمل كبير، انت بتعرف الاستثمارات والمحاسبة، بدي منك انك تحمل هاي المسؤولية. طبعا سواش بيك، اذا هيك بتشوفه مناسب. اول اسماعيل. اغا وداد طلع مشوار، قال عنده شغل. قلت لك لاقيه وجيبه بسرعة. تأمر اغا. يلا مبروك لك. ان شاء الله بيض لك وشك. أنا رح أبقى أسبوع بالعناية المشددة، بعدين رح أرجع عالبيت. بس رح